طيب مبدئيا يعني في نقاط اكيد في حديث مارسيل كولر، يعني اهمها ان هو اتكلم عن اهدار الوقت وضياع الوقت، وان الحكم لم يتدخل على الاطلاق، وده كان واضح وكنا لامسينه، ولكن لازم نقول ان احنا اللي سمحنا لده، احنا اللي سمحنا بده. انت لو سجلت في بدايه المباراه استغليت الفرص، انت ما عندكش رفاهيه في المباراه دي ان انت تهدر الفرص المحققه، وبالتالي كان على فريق الهلال ان هو عارف كويس قوي شخصيه النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي. يمكن في لقطه ابو 20 بيلعب تسلل خد تقريبا فيها دقيقه لوحده، دقيقه بيجيب الكره وبيرجع بيتمشى ويثبت الكره وبيرجع تاني 10 خطوات للخلف. هو بالتاكيد كان المفترض يكون في تدخل من حكم المباراه الموريتاني عبد الرحمن وار، والحقيقه كان ركله الجزاء انا بشوفها ركله جزاء سليمه، لكن كان في بعض الفاولات اللي بتحتسب على النادي الاهلي بتكتف النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لدرجه ان انا مش قادر اقول ان دي التحامات. يعني في كره مع شريف ومدافع فريق الهلال السوداني، تقريبا شريف عدى بس بهوا كده من جنب مدافع فريق الهلال على طول سقط، اتحسب فاول، فطلب كمان العلاج الطبيعي وطبيب الفريق، وقصه كبيره جدا. ولكن احنا لما تحدثنا عن الهزيمه ما رحناش خالص للتحكيم، ما اتكلمناش خالص عن التحكيم، لكن ده جزء ايضا من اللي المفترض مارسيل كولر هيعرفه، وهو حسنا فعل الجمله اللي قالها. واضح ان احنا هنلاقي الكلام ده في مباريات كتير ومع فرق كتير، ودي نقطه ايجابيه. خلاص كولر عرف دلوقتي ان انت امام الفرق الافريقيه، امام الفرق في المباريات اللي خارج ملعبك، امام حتى الفرق المحليه، انت كنادي اهلي هتلعب امام فرق بتهدر او بتضيع الوقت، ومش هتلعب بوقت التسعين دقيقه وتبقى عندها نفس اللي عند شخصيه النادي الاهلي. واستغربت جدا من السؤال اللي اتوجه لمارسيل كولر ان الشناوي كان بيضيع وقت في الشوط الاول، ولكن مارسيل كولر رد قال دي مش شخصيه النادي الاهلي ولا طبيعه النادي الاهلي، الشناوي لما بيبدا يلعب ضربه المرمى او اي بعض الكرات بيبقى منتظر يحصل الانتشار عشان نبدا نلعب الكره. والحقيقه انا مستغرب جدا ازاي ممكن فريق يشوف النادي الاهلي بيضيع وقت، ده احنا في كتير جدا وكتير من الاوقات لما بتكون المباراه صعبه بنحاول اننا نهدي الفريق، ده احنا قدام ريال مدريد لم نكن بنضيع وقت، قدام فلامينجو ما كناش بنضيع وقت، وهي فرق لها تاريخ يعني، وفرق كواليتي مختلف وقيمه تسويقيه مختلفه. لكن سؤال برضو او نقطه لازم نتكلم عنها، لان الحقيقه في مشكله عندنا في الوطن العربي في قصه المؤتمرات الصحفيه اللي بتخرج عن سياق المباراه. يعني عجبني جدا مارسيل كولر لما اتسال سؤال خارج سياق المباراه، لما اتسال سؤال عن يعني ما يحدث مع النادي الاهلي وشفنا الكلام اللي كان داير قبل المباراه، قال ايه؟ نكست، بوضوح شديد جدا، نكست، انا مش هرد على السؤال ده وانا برفض السؤال ده. وده بالنسبه لي مهم جدا، خاصه ان هو يعني رد بمنتهى الهدوء برغم ان كان واضح جدا على الجانب الاخر في حاله من حاله اختلاط مشاعر المشجع بالاعلامي او بالصحفي، وده اللي كولر رفضه على الاطلاق، رفض اي كلمه تقلل من شان النادي الاهلي، من تاريخ النادي الاهلي، من بطولات النادي الاهلي، من قيمه ما حققه النادي الاهلي عبر تاريخه. فدي بس ايه لمسه عتاب كده للاخوه اللي بيكونوا موجودين في المؤتمرات الصحفيه. رجاء رجاء بقالنا 20 سنة مش احنا كبرنامج كل الاعلاميين اللي بتطلع على الشاشات بيوصلوا الرسالة دي ولا مستجيب. يا جماعة اسألوا الأسئلة في صميم المباراة. سمعتها قبل ما احنا نطلع على الشاشة، عملنا فقرة أصلا يعني، احنا عملنا فقرة حتى هنا، ده بيكون موجود عندنا للأمانة عشان نكون متسقين مع ذاتنا يعني. ولكن فعلا قصة المشجع حاجة، وقصة المؤتمر الصحفي والبريس كونفرنس في العالم كله حاجة تانية، مهم جدا. على فكره انا والله يا اسامه وانا بسمع انا كنت مبسوط بالمؤتمر، تخيل مش بالمؤتمر بقى نفسه، مبسوط بالاجواء اللي كولر عاشها، لان لما انت تطلع بنتائج واضحه وصريحه للتحكيم ونوعيه الارض ونوعيه الاجواء وكل الامور دي وتضييع الوقت، وتضييع الوقت واضح ان انا هروح لده بعد كده، دي كولر الماما افريكا، هي دي افريقيا، هو ده اللي انت هتلعب فيه في اللي جاي، وان انت تستكشف في الوقت ده، وده هينعكس على استراتيجيه المدير الفني بنسبه 100%، واكيد هيكون ليه تاثيراته في حسابات كولر في كل حاجه. وعشان كده بقول يا جماعه، اي حد اي بطل بتصنعه التجربه، اي حد بيحقق انجاز بتصنعه التجربه، مش ان هو والا تصنعه الصدفه. والنادي الاهلي كل المدربين اللي عملوا معاه تاريخ ما صنعتهمش الصدفه، صنعتهم التجربه اللي كملوا معاه، وكولر عنده المؤهلات انه يكمل ويقدر يعمل تاريخ. ولكن انا دايما بقول يا فارس، انا دايما بقول ده من خلال انا دايما بقول ايه، اي معركه خاسره لازم تطلع منها بالايجابيات طبعا. فالنهارده حتى لو انت تعرضت لهزيمه، وده بالتاكيد يعني بلغه الكوره هزيمه، خسرت الثلاث نقاط، خسرت التارجت بتاعك من المباراه، فالايجابيات ايه؟ هي ان انت تتعلم من هذا الدرس. ده حقيقي.